السلام عليكم، حياكم الله. رجعنا لكم من جديد. اليوم ان شاء الله بنعلمكم طريقة مضبي الدجاج. يلا نبتدي الطريقة وحياكم الله وياي. طبعا زي ما انتم شايفين انا شقرت الفحم من وقت مسبق اسرع للتصوير، فبخلي الفحم نص انضوج، والهدف لاني انا بركب عليه الحصى عشان يحمى ولا يستهلك الفحم بسرعة اذا كان نص انضج. طبعا زي ما انتم شايفين الفحم اشتغل نص انضج. الان انا بوزع الفحم او كمية الفحم على المنقلة عشان انزل عليه الحصى. طبعا الان بنزل الحصى نفس الطريقة هذه، يكون بشكل متساوي ومتناسب. بس هذه الطريقة نحاول نكون ما في طرفات متساوي. طبعا زي ما انتم شايفين صفينا الحصى على الفحم وننتظره يحمى لمدة تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وبعدين بنكمل لكم الخطوة اللي بعدها. طبعا بعد مضي ربع ساعة أو 20 دقيقة تأكدت أن الحصى حمى. أول خطوة بستخدم أي نوع من الزيت. طبعا المتوفر عندي هنا زيت دوار الشمس، تقدر تستخدم اللي هو اللوربك هذا البخاخ، لكن المتوفر عندي اليوم زيت دوار الشمس، وتمسح على الفحم بنفس او الحصى بنفس هذه الطريقة. خلاص تأكد انه ابتدى يحمى، والسبب من تنزيل للزيت عشان ما يمسك الدجاج على الحصى. في شغلة ودي أتكلم فيها بخصوص الدجاج. طبعا يعني أفضل إنه يكون الدجاج 800، لكن المتوفر عندي 900، ويكون تقطيعه بنفس هذه الطريقة. يعني طبعا أي محل دجاج يقطع، تقول تقطيع شاوي، يقطع لك بنفس هذه الطريقة، أو تقدر تدخل على اليوتيوب وتشوف أنت كيف طريقة تقطيع الدجاج بنفس هذه الطريقة. فالآن بننزل الدجاج، هذا أول خطوة. طبعا بعد مضي 10 دقائق بنقلب الدجاج على الوجه الثاني زي ما انتم شايفين على هذه الطريقة. طبعا في شغلة ودي اتكلم فيها بخصوص الفحم. طبعا لا يخفى على الجميع والكل شاف ان الفحم مغطيه اللي هو الحصى، فكل ما بين فترة وفترة يحتاج الفحم النشطة من خلال مروحة توجهها عليه، من خلال منفاخ زي هذه الطريقة، فتحرك نشاط الفحم من جديد عشان يسرع لك نضوج الدجاج. فالان انا رايح انفخ عليه بنفس هذه الطريقه، رايحين تشوفون اساس ننشط الفحم اكثر. طبعا زي ما تشوفون مضى 20 دقيقه، القلبه الاولى قلبناها، والحين هذه القلبه الثانيه، وهذه القلبه تعتبر الثالثه. يعني بيدخل في النص ساعة الأولى زي ما شايفين كده يطلع شكل الدجاج. طبعا الآن بعد مضي 50 دقيقة بنقلب، شوفوا تدرب على
النبوذ، لكن يبغي له بعد وقت شوي. بعد مضي قرابة الساعة ونص خلص الدجاج زي ما انتم شايفين، شوفوا بنفس هذه الطريقة تقدر تقدمه مع اي رز انت حابه، بنوريكم بعد شوي. طبعا زي ما انتم شايفين قدمناه مع رز ابيض صحي، وعلينا وعليكم بألف عافية، كنا وياكم في موضوع جميل ومميز، وشكرا على المتابعة.